الكرام، خلينا نتكلم مع فضيلة الشيخ عصام في بداية هذه الحلقة وأيضا مع حضراتكم عن خالد الجندي. خالد الجندي يعود من جديد وبيتكلم إن هو بيقول إحنا بنطبل للوطن عشان نكشف أهل الشر. كلمتين بيستخدمهم خالد الجندي دائما وأبدا بعد ما سيده طبعا عبد الفتاح السيسي استخدمهم، وهي كلمة أهل الشر. أهل الشر بقت كلمة أو جملة بيستخدمها كل من يطبلون للنظام. لما الناس دي زهقت من كتر ما احنا عمالين نقول عليهم وبنفضحهم ان هم بيطبلوا للنظام، فبدأوا يشرعنوا التطبيل. فقالك الطبلة دي اصلا مش حاجة وحشة، وان احنا نطبل للنظام دي مش حاجة وحشة، بالعكس دي حاجة جميلة جدا وحاجة لابد ان نرغب الناس فيها، ولازم كلنا نطبل للنظام ونطبل للجيش. قاموا حتى اللي قاعدين مع خالد الجندي قالوا له ايه، ايوة فعلا احنا لازم كلنا نطبل، ودخل دخلات غريبة. طيب زي ما انتم شفتوا كده مشاهدينا الكرام، خلونا نسمع بقى فضيلة الشيخ عصام تليمة ورأيه في هذا الكلام الذي قاله خالد الجندي. من أين أتى خالد الجندي بهذا الكلام يا فضيلة الشيخ؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، يعني هو كلام ليس له أصول، لا لغة ولا علما ولا واقعا. مسألة أن التطبيل معناه أن إحنا التنبيه. أيوة. ماشي، الطبلة وظيفتها التنبيه وطبلة المسحرات. صحيح. فهل خالد الجندي مسحرات الجيش فبيطبل ينبه؟ يعني إذا الناس غفلوا عن طاعة الله يذكرهم، وإذا أطاعوا الله نبههم وشد على أيديهم. طلعونا مرة يا جماعة الجيش عمل حاجة غلط، أو أي عسكري عمل حاجة غلط وخالد الجندي نبهه ان ارجع عن الغلط ده، ما حصلش. الا اذا كانوا مؤمنين ان الجيش ده ما بيغلطش، فهنا يبقى يصبحوا يا ملائكة يا انبياء. نعم، ده كلام صحيح. اذا الصحابة وجيش محمد صلى الله عليه وسلم فيه من اخطأ كخالد بن الوليد سيف الله المسلول الذي قتل امرأة او قتلت بالخطأ امرأة، فقال ما كانت هذه لتقاتل، ثم قال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. طيب لو كان التطبيل زي ما بيدعي هذا الكذوب شرع، فما كان أولى النبي عليه الصلاة والسلام يستر على أصحابه، لكن لا، الخطأ خطأ. فهل خالد الجندي نبه على أي خطأ يقوم به أي أحد من الجيش؟ لا، هذا لا يحدث. نعم. إن التطبيل لبلادي، ما معنى التطبيل؟ مش معنى التنبيه، هو كذاب. التطبيل معناه المداهنة، ومن معاني الكلمات مصطلحة عند الناس. يعني أنا النهاردة لما أقول النبي صلى الله عليه وسلم كان حوله عصابة، العوام يفهموا عصابة يعني إيه؟ العوام يفهموا عصابة يعني حبة شلة حرامية. لكن أقول لا، ده نقصد بتاع اللغة، يعني عصابة من الصحابة، كلام مش صحيح، كلام فارغ. أيوة. المعنى لازم تراعي فيه أفهام الناس. نعم. ما أقولش فيه يعني الأفهام اللي في دماغي وجلف ودور، أنا مش بخاطب نخبة من أهل العلم. ودايماً هو حريص على الحكاية دي، كل فترة يبين حكاية أنه هو طبال. طيب يا عم الله يوفقك بطبلتك يعني إلى الهداية، يعني مش وفقك أنك أنت بندعي لك، خلاص خليك في أنك أنت بتطبل، لكن بلاش تلزقوا الدين والشرع لأن الطبلة والتطبيل ده من الشرع. لا، النبي عليه الصلاة والسلام قال أنصر أخاك ظالماً أو مظلوماً، قال أنصره مظلوماً فكيف ظالماً، قال تأخذ على يدي، تمنعه، تحجزه. نعم. عن الشر، فذلك نصرتك له. طيب اللي بيعمل كده يا شيخنا غالبا وابدا بيبقى طمعان في حاجه، ايه اللي ممكن يكون طمعان فيه خالد الجندي في الوقت دوت بعد هذا التطبيل وهذا التعريض الغير مبرر، بل كمان بيحط نفسه في حته انه بيشرعن النفاق هو والمدهنة. السؤال غلط يا استاذ احمد، السؤال غلط. هو أيوه. ايه اللي خالد الجندي مش طمعان فيه؟ ايوه صح، يعني ايه اللي مش طمعان فيه؟ طيب